بقى ادخل في حاجه واحده بس معلش، ممكن روشته تقولها لي مختصره تقولها للدوله، ممكن تعملها ثلاث خطوات سريعه تقدمها للدوله كروشتة بان كانت مريضه في الموضوع ده وضعيفه في الموضوع ده، مش هقول عبيطه يعني، بس تديني روشتة ثلاث نقاط لازم تعمل كذا وكذا وكذا لاصلاح ما يمكن اصلاحه. اول حاجه اراده سياسيه، انه لان احنا دوله ابويه وده شيء جميل على فكره مش وحش، احنا معتمدين دايما على الاسره والاب والجد هو اللي ايه، فلابد ان الاراده السياسيه العليا تبقى مقتنعه تماما ومصدره ده للمنفذين. كيف؟ ما هي يتقال ان والله لا يا جماعه زي ما بتقال اجتماع بالمجموعه الاقتصاديه، لا يا جماعه لازم مثلا التضخم ده يقل شويه، يعني توجيهات مباشره. توجيهات مباشره في ايه؟ في الاستراتيجيه. أيوه. مش في التفاصيل. أيوه. انا ما بطلبش ان حد يخش في تفاصيل. أيوه. التفاصيل دي ليه ناسها، زي مثلا انشاء المجلس الاعلى والهيئه لمكافحه الارهاب للاعلام. على فكره الاعلام والصحافه في غلطه كان لازم يصححوها. قالوا المجلس الاعلى الوطني الاعلى للاعلام، الهيئه الوطنيه للصحافه، والهيئه الوطنيه للاعلام تاني، لا هي الهيئه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون. ايوه ده خطا. أيوة. حد في الصياغه الدقه انت عارف اعظم مشروع قومي عندنا في مصر يعني الدقه والجهد. فده معلش يعني العنايه بالدقه يعني. هذه الهيئات الثلاثه فيهم ناس كويسين وناس عندهم خبرات، لكن ايه الاستراتيجيه اللي تجمعهم مع الثقافه؟ ايه الاستراتيجيه اللي تربط اللي هم عملوه وبين التعليم؟ احنا جزر منعزل يعني. ايه خطر حضرتك؟ فانا ده وجهه نظري الشخصيه، لابد ان يكون هناك زي ما عندنا اراده وزراء الاراده اولا، وزراء المجموعه الاقتصاديه، يبقى عندنا حاجه اسمها نائب رئيس وزراء للمجموعه الفكريه. أوكي. تضم مين؟ وزارات ايه؟ الثقافه والاعلام والشباب والتعليم والتعليم العالي، دول اذا ما حصلش تجديد الخطاب الفني المفكرين اذا اي ما هي وزاره ما هنسميها كده المجموعه الفكريه عشان بس ما يجيبوناش تجديد الخطاب الفني تنفع؟ لا دي اسمها المجموعه الفكريه. أيوة. انها يعني هي الهيئات اللي اعلنوا عنها هي بس الهيئات اللي شكلها دي الاسماء اللي فيها تقول احنا اتجاهاتنا رايحه فين، ما فيش لا ما هم بص هم ناس خالص. عندهم خبرات تنفيذيه، ما حدش عنده خبرات وضع استراتيجيه على فكره، لازم نبقى متفقين على كده يعني. الاسماء الموجوده طبعا ما بنعرفش نفرق بين كده كل الاحترام لها، لا هي كلها او معظمها اسماء تنفيذيه. هل حضرتك يعني تنفذ بس يبقى في استراتيجيه؟ مين استراتيجيه بمعنى ايه؟ استراتيجيه مرتبطه باستراتيجيه الدوله ككل. ده هيعملها ايه؟ نائب رئيس وزراء قاعد في مجلس الوزراء له اتصال مباشر برئيس الجمهوريه، له اتصال مباشر برئيس الوزراء، يبقى اذا ده هينسق الحاله الفكريه للمجتمع. من ضمنها بقى هنخش في تفاصيل كذا وكذا وكذا. ننط على نقطه طب التمويل بقى، اصل البلد في حاله اقتصاديه، مين قال؟ يا جماعه دي صناعه استثماريه. اذا كان في الاربعينات والخمسينيات كان ايرادات السينما الثانيه زي القطن بعد القطن الثانيه بعد القطن. ده الكلام ده قبل كده، ده دلوقتي كمان بعد ما بقت الحكايه يعني فيها انتاج وسائل تسويق وسائل كتير جدا ومفيش قطن ممكن تبقى الاولى يعني، ده مشروع استثماري مضمون اذا احسن ادارته. طب لو الممول ده بيشترط وجود هذه النوعيه الركيكه من الفن الرديئه من لا مش ممول بنوك وطنيه هي شركه يعني. طب ما احنا كنا فتحنا قناه السويس الجديده كده كان هيخش مقاولين. لا لا في